رمضان هو شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الصلاة، شهر الصيام والصدقات، شهر المنافسة في كل خير. فالسنة المؤمن أن ينافس في كل الخير، فيكون كثير الصلاة، كثير القراءة، كثير التسبيح والتهليل والتهميل والتكبير هذا الشهر العظيم، كثير الصدقة، كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. ومما يدل على فضل المدرسة للقرآن والعناية بالقرآن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة، وأنه بالسنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين يعني ختمتين. فهذا يدل على فضل المدرسة للقرآن، وأن ذلك من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل ليزداد علما بكتاب الله، لأن جبرائيل هو مبلغ لله عن الله والذي يأتي به عن الله جل وعلا. ففي هذا فضل مدرسة القرآن، وفيها فضل أيضا كون الدراسة ليلا، لأن في الليل تنقطع الشواغل ويجتمع القلب واللسان ويحصل من الفكر والتأمل أكثر مما يحصل في النهار غالبا، كما قال جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني دراسة الليل. وقال بعضها العلم إنها بعد هجدة وبعد نومة يكون أكمل وأنفع. فالمقصود أن المدرسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، والمدرسة مع أخيك يشجعك على القراءة، قد يكون أعلم منك فتستفيد منه، قد يكون أحفظ فتستفيد منه. فالمدرسة للإخوان فيما بينهم يدرس الأخ مع أخيه أو مع أخويه هذا فيه خير كثير وفضل كبير وتعاون على البر والتقوى. وأما الصلاة فالسنة فيها مراعاة عدم التطويل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، وقال إن منكم منفرين. فالسنة مراعاة ما يتحمله الناس ويرغبون فيه في تهجد الليل. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، هذا يصلي مع اثنين، وهذا يصلي مع أربعة، وهذا يصلي مع ثلاثة، وهذا يصلي وحده، ثم صلى بهم بعض الليالي جميعا، ثم خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فجمعهم عمر على تميم داري وفي بيات على أبي بن كعب يصلي بهم، وربما صلى بهم 23 ركعة، وربما صلى بهم 11 ركعة. فالسنة في هذا مراعاة ما لا يشق على المأمومين من القراءة والطول، فيقرأ ويركع ويسجد على وجه لا يكون فيه مشقة، يراعي التخفيف والتسهيل حتى يرغب الناس في العبادة، حتى ينشطوا في العبادة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فيخفف، أيها الناس إنكم منفرين، إن منكم منفرين. ولما شكى بعض الناس معاذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان وأنت يا معاذ، أفتان وأنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا. فأمره يخفف بالناس وأن يقرأ في الصلوات بالشمس وضحاها والليل إذا أغشى وأقرأ باسم ربك من أوساط مفصل. الحاصل أن المؤمن يراعي في هذا إخوانه، فإذا كانوا يحبون تطويل وهم محصورون معروفون وطول عليهم بإذنهم فلا بأس، وإذا كانوا لا ينحصرون بل جماعة لا تنحصر فليراعي فيها التخفيف وعدم التطويل حتى ينشطوا في العبادة وحتى يرغبوا فيها. والسنة المتهجد بالليل أن يتدبر وأن يقف عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعول، عند آية أسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا إن الأبرار في نعيم سأل الله يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون سأل الله يكون منهم، وإذا مر بقول إن رحمة الله قريب المحسنين سأل الله يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وإن الفجار في جحيم تعوذ من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهر الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي إلى غير ذلك، سبح الله سبحانه بها سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر وتعقل في تهجد بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا.